بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة غرباء الشام للإعلام تقدم. الحمد لله، الحمد لله مذل الطواغيت والجبابرة، الحمد لله مهلك الفراعنة والقياصرة، الحمد لله الذي أباد ممالك الطغاة والمتألهين والأكاسرة والأباطرة، لك الحمد ربنا لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والقلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. كفانا فخرا أن تكون لنا ربا، وكفانا عزا أن نكون لك عبيدا. ومما زادني شرفاً وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. سبحانك سبحانك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. سبحانك سبحانك، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك، ومن كنت معه فمن عليه، ومن كنت عليه فمن معه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها من النزغات، ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. لا إله إلا الله لحن الإباء ونشيد الفداء، سيبقى يتردد في الكون صداه، ولن ينقطع على مر الأزمان نداه. لا إله إلا الله أقوى من كل شيء، أبقى من كل شيء، أعلى من كل شيء، أغلى من كل شيء، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيحمد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحد، أنت الإله، أنت الإله، أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا رسول الله، طلع في أفق الوجود بدره، وسطعت فيه شمسه، أرسله الله بالبيان، فأظهر دينه القويم على سائر الأديان، فدعا إلى الله
بشيرا ونذيرا، وكان سراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل أبدا كتاب الله وسنته بأبي وأمي وروحي ومالي وولدي، هو عليه الصلاة والسلام. محمد، هل لهذا جئت تسعى؟ وهل لك ينتمي همل رعاع؟ محمد، هل لهذا جئت تسعى؟ وهل لك ينتمي همل رعاع؟ أإسلام وتهزمهم يهود وآساد وتأكلهم ضباع؟ أقمت لهم منار الحق لكن أضاعوا مجدك السامي فضاعوا، أضاعوا الطريق أضاعوا الأثر، أضاعوا الدروس أضاعوا العبر، أضاعوا الثناء أضاعوا الفكر، أضاعوا شريعة خير البشر، أضاعوك فضاعوا يا ابن عبد الله. اللهم صلي وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلماتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد، أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. يا عباد الله، في مثل هذا اليوم بدأ إعداد العدة من قوى شياطين الجن والإنس، بدأ إعداد العدة من الكفرة والمشركين والمجرمين والظالمين، إعداد عدة خطيرة مثيرة كبيرة. ومن هدفها؟ هدفها الرسول والرسالة، هدفها من جاء رحمة للعالمين، من جاء يدعو الناس إلى خيري الدنيا والآخرة، من جاء يأخذ بحجز الخلائق عن النار ويقودهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هدفها من كانت أول كلمة في دعوته قولوا لا إله إلا الله، تملك العرب والعجم وتدخل بها الجنة. هدفها الرسول الخاتم. ولماذا؟ لأنه جاء بنور والظلام مخيم، ومن عاش دهرا في الظلام لا يمكن أن يطيق النور أو يقبله. هدفها من جاء بالفضيلة لعالم تحكمه الرذيلة، فانتفض من هم غارقون في مستنقعاتها لا يريدون طهرا،
لا يريدون عفافا، لا يريدون نقاء، لا يريدون تقا ولا أخلاقا. مؤامرة ضخمة أعدت إعدادا محكما اشترك بها حتى الإبليس الأكبر الشيطان، تسلل بصورة شيخ من نجد، تسلل إلى دار الندوة، وقد اجتمع قادة الكفر والشرك من قريش وغيرها يأتمرون بمن؟ يأتمرون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فمن قائل تعالوا نضع القيد في يديه ورجليه ونلقيه في دار يبقى فيها حتى يموت فتموت دعوته، ومن قائل تعالوا ننفيه إلى بلاد بعيدة فنأمن ضرره وخطره ونوئد النور الذي ينشره بين الناس، ومن قائل تعالوا إلى أن نقتله فنتخلص منه. وإذا بالشيطان يتمثل بصورة رجل يتسلل بينهم يقول ليس هذا برأيي، إنما أرى أن تأخذوا من كل قبيلة فتى جلدا، فيجتمع من 40 قبيلة 40 شاب يحملوا سيوفا قد سقيت بالسم أياما، ثم يقفون على باب محمد، فإذا ما خرج ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا يقدر بنو هاشم وبنو عبد المطلب على أن يأخذوا بثأره أو يطالبوا بدمه. وكان الرأي واعتمدت قوى الكفر أسلوب التصفية الجسدية، أسلوب الاغتيال المنظم واغتيالاً دولياً مركزاً متفق عليه للإجهاز على مشروع رسالة لم يكن هدفهم شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد عاش بينهم 40 سنة لم يوجه إليهم، لم يوجهوا إليه كلمة نابية، بل كان الصادق الأمين، وكان يتصدر مجالسهم، وكان القاضي والحكم في مشكلاتهم، ولكن الضربة والمؤامرة والتصفية والاغتيال لمشروع جاء به محمد، جاء به رجل طاهر، رجل نقي، رجل لم يتلوث، مشروع يريد أن يرسي دعائم عدالة، ويريد أن يحقق مساواة اجتماعية على أعلى صورها. فلا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لغني على فقير، ولا لسيد على عبد، إلا بالتقوى. مشروع يريد أن يزيل صور الرذائل والمنكرات والموبقات، يريد أن يمسح الأخلاق الذميمة والمتردية، مشروع يريد أن يمسح التفاوت الطبقي، ويريد أن يقضي على العنصرية العرقية والمناطقية والاجتماعية، مشروع يريد مساواة، يريد عدالة، يريد كرامة، يريد طهر، يريد عفاف، مشروع يريد أن يوحد الناس على قلب رجل واحد وتحت راية واحدة، مشروع يريد إزالة الاستبداد والاستعباد، وأن يضرب مكامن الطغاة ومراكز التأله والفرعنة لكي يصوغ حياة الناس صياغة إنسانية تحت معيار سماوي يعيش الناس كلهم فيه في سعادة وطمأنينة وكرامة وحب ووئام. فاتفقوا، اتفقت رؤوس الكفر،
اتفق السدنة والكهنة وأصحاب ورجال المال والأعمال ومن يستفيدون من الفوضى الأخلاقية، اتفقت رؤوس الكفر والفرعنة المترائسون على الناس المستعبدون لعباد الله، اتفقوا جميعا على أن هذا مشروع سيسحب البساط من تحت أقدامهم، وأن هذه دعوة ستفوت عليهم مناصبهم ومكاسبهم المادية والمعنوية، فلا بد من الإجهاز على هذا المشروع، بالإجهاز على حامله، بالإجهاز على الرمز، بالإجهاز على القائد. فكانت المؤامرة وكان التخطيط تخطيط تحالفت فيه قوى الشيطان، شياطين الجن والإنس. أيها الأحباء، نحن اليوم في ذكرى الهجرة، نحن اليوم نعيش هذه الأحداث، ورسول الله يتآمر عليه وهم يعدون العدة ويجهزون السيوف. نحن نعيش لحظة من أنصع وأروع لحظات التاريخ الإنساني قاطبة، لحظة ستغير مجرى التاريخ، لحظة ستقلب كل المعادلات، لحظة ستغير كل الموازين، لحظة ستجعل الماضي صفحة فيها ظلم وظلمات، فيها استبداد واستعباد، فيها ذل ومهانة، فيها فقر، فيها ويلات ومصائب، وصفحة أخرى بدأت ترسم ملامح المجتمع الإنساني، ملامح العدالة والكرامة والمساواة والرقي والتمدن العمراني والاقتصادي والسياسي والعسكري. لحظة ستغير واقع الأمة العربية من مجموعات متبعثرة وقبائل متناحرة إلى كيان واحد ودولة واحدة وقيادة واحدة يعود لها وزنها وسيادتها واستقلالها في قرارها ومسيرها ومسارها ومصيرها. إن الهجرة خط فاصل ما بين مرحلتين، ما بين تاريخين، ولذلك حق لعمر رضي الله تعالى عنه أن يجعل تأريخ هذه الأمة بيوم الهجرة. اجتمعوا يوما وأرادوا أن يضعوا تاريخا لهذه الأمة، فمن قائل فلنعتمد تأريخ الفرس والروم، فقال عمر: ما كنت لأؤرخ لهذه الأمة بتاريخ أعدائها. ومن قائل فلنجعله بميلاد رسول الله، يبدأ التاريخ بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا، أخشى أن يقع المسلمون فيما وقع فيه النصارى يوم جعلوا التاريخ بميلاد عيسى، فما زالوا يغالون فيه ويغالون حتى ألهوه. وعمر هو الحريص على سلامة التوحيد وعلى أن لا تزيغ الأمة على منهج الهداية الراشد، منهج التوحيد الخالص، كيف لا، وهو الذي قطع شجرة الرضوان التي تمت تحتها بيعة الرضوان التي نزل الثناء عليها في القرآن، من أجل أن لا يتخذها الناس ذريعة لقداسة الجمادات، لقداسة الأشجار والأحجار، وأن يبقى الناس يتعلقون بالواحد الأحد. قالوا: فلنجعل التاريخ ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إن البعثة كان بعدها عذاب واضطهاد وآلام، ولا يحق لنا أن نؤرخ بالبعثة لأن ما بعدها كان فيه عذاب لأبناء هذه الأمة للجيل الأول. فقالوا: فلنجعل بدء التاريخ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما ينبغي لأمة أن تجعل بداية تأريخ الحياة بلحظة موت، لا يمكن أن نؤرخ لحياة أمة كاملة بموت نبيها وقائدها، لحظة الألم والحزن
الذي نعيشه كلما مرت الذكرى. قالوا بما؟ قال فلنجعلها بالهجرة. الهجرة فما عز الدين وما علت راية الإسلام وما ظهرت آثار قوته وما ضرب بجرانه في الأرض إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بدء التأريخ بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال الأمر معمولا عليه حتى الآن. أيها الأحباء، حينما تمر علينا ذكرى الهجرة نستحضر مجموعة من الدروس لا بد أن نعيها من أجل أن نستعيد أثر الهجرة في حياتنا، من أجل أن نطبق دروس الهجرة في حياتنا، لعل الله يجعل لنا من دروس الهجرة وعبرها فيصلا بين مرحلتين، مرحلة نعيشها الآن ونحن أذلاء متفرقون محاصرون منكسرون مهاجمون، احتلت أرضنا، انتهك عرضنا، دنست مقدساتنا، أريقت دماؤنا، سجن أحرارنا وأخيارنا، سرقت خيراتنا، هيمنة على اقتصادنا، ضلل أجيالنا، غربت فتياتنا، فككت مجتمعاتنا، ألغيت خلافتنا، غيب قرآننا، غيبت شريعتنا. بين هذه المرحلة وبين مرحلة أخرى كالتي كانت بعد الهجرة لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، فنعيد بناء وحدتنا ونحقق التكافل الذي صنعته الهجرة، ونعيد الازدهار للاقتصاد الذي كان أول معلم من معالم الهجرة. فأول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ركز على أمور أربع. الأمر الأول بنى المسجد ليكون دار عبادة وملتقى وحدة وصانع قرار ومجلس برلمان به تتخذ القرارات السياسية، في ساحته تعقد الألوية العسكرية، في رحابه يتحقق التكافل الاجتماعي وتضع خطط التطور والازدهار الاقتصادية. فمن يدلني على سوق المدينة؟ كلمة كانت تتردد في رحاب المسجد الطاهر الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم. في قلب المسجد كانت الروحانية، كان الاستعلاء بالإيمان، كانت شحنات المدد لقلوبنا وإرادتنا وهممنا، فنخرج من المسجد ونحن رجال لا كالرجال، وخلق جديد قد امتلأ إيمانا وروحانية وهمة وإرادة، فنصنع الحياة كلها على مقاييس المسجد. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أرسى دعائم المسجد، لم يهتم كثيرا بالجدران، إنما اهتم بالأركان والإنسان. إن السر في مسجد رسول الله ليس في زخرفته واتساعه وقوته، إنما كان السر في من أدار المسجد وفي من فعل رسالته وجعل له دوة، وفي من مكنوا رسول الله من أنفسهم حتى زرع فيهم خيرا وأعادهم خلقا جديدا وصنعهم على مقاييس السماء، فكانوا مصاحف تمشي على وجه الأرض. لم يكن المسجد أبدا من أجل أن تؤدى طقوس عبادية أو نصلي فيه ركعات ونخرج، إنما المسجد روح الأمة وروحها وريحانها، المسجد وحدة الأمة وتكتلها، المسجد برلمان الأمة ووزارة هجومها ودفاعها، المسجد منطلق للتطور والعمران والتمدن والازدهار الاقتصادي بكل صوره وألوانه. فتعالوا نعيد للمسجد رسالته كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، حقق التكافل الاجتماعي في أعلى صوره، وأكد أن الاعتصام والحب والتماسك هو الذي يصنع المجتمعات ويبني الدول والأمم، وبغير تماسك، بغير حب، بغير أخوة، بغير تعاضد، فلا يمكن لأمة أن تنجو ولا أن تسمو ولا أن تفرض سلطانها
على وجه هذه البسيطة. هذه حياة أشبه ما تكون في حياة الغاب، أسراب الذئاب والكلاب من الكفار والمشركين والوثنيين، بؤر الكفر والإلحاد والوثنية في كل مكان تزحف، تستعمل كل همجية وكل وحشية من أجل أن تأخذ مساحة، من أجل أن تستذل أناس، من أجل أن تستعبد. وما طغيان أمريكا عنا ببعيد، وما إجرام بريطانيا عنا ببعيد، وما الغدة السرطانية الكيان المسخ إسرائيل عنا ببعيد، وكيف مارسوا كل قمع ووحشية ودموية من أجل أن يبسطوا نفوذهم ويمدوا سلطانهم. المتفرقون لا مكان لهم، المتبعثرون لا مكان لهم، المتنازعون لا مكان لهم. إنما هي الأحلاف، إنما هي الكتل، إنما هو التقارب والاجتماع. أعجب أعجب أمريكا نيفاً وخمسين مقاطعة وولاية صارت ولايات متحدة فبسطت نفوذها على الأرض، وأوروبا بعد حرب أهلية دامية طويلة الأمد وحدت نفسها ضمن كتل سياسية وجغرافية واقتصادية، فكان الاتحاد الأوروبي يفرض نفسه، وشعوب العالم كلها تتقارب، ودويلات الأرض تتحد وتجتمع، وهذه الأمة تزداد تباعداً، تفرقها نزعات مذهبية، تفرقها نعرات عرقية، تباعد بينها المناطق والأنساب. دعوها فإنها منتنة، فلا مكان لنا إذا بقينا متفرقين. ثاني درس من دروس الهجرة أن نتكافل، أن نتكاتف، أن نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وبغير توحدنا لا نجاة، وبغير اعتصامنا لا دور لنا، وسنبقى خرافا ودجاجا تساق للنحر والذبح. ألا فتوحدوا يا عباد الله، ألا طبقوا درس الهجرة، ألا استفيدوا من هذه الذكرى وأعيدوا دروسها وعبرها لكي تصنعوا التاريخ من جديد، وتعود الخيرية من جديد، وتعود لنا السيادة والقيادة من جديد. وما ذلك على الله ببعيد، إن كنا أهلا وإن صرنا محلا. الأمر الثالث الذي طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة بمجرد وصوله للمدينة، جعل الأمة تستقل باقتصادها، فكانت المدينة تسيطر عليها أسواق اليهود، وخصوصا السوق الكبير الذي هو ملتقى كل القوافل التجارية، والذي هو ملاذ أهل المدينة وما حولها من القبائل ومن البلدات، إنه سوق بني قينقاع، السوق اليهودي الضارب بجذوره القديم الذي يحكم القبضة على اقتصاد المنطقة بكاملها. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما يفكر فيه بعد المسجد وبعد الإخاء والتكافل، بدأ يدعو الصحابة إلى صنع سوق إسلامي مستقل، إلى سوق اقتصادي متميز توضع فيه رؤوس الأموال من أهل المدينة، ويستثمر فيه أهل مكة المهاجرون، ويبدأ بجذب العناصر والقوافل بإعطاء امتيازات وبإعطاء حوافز لكل من يدخل في هذا السوق، وبدأت مقاطعة تدريجية للأسواق الأخرى. ما أحرانا أن نفكر بهذا العمق، ما أحرانا الآن. إن الأمة التي يهيمن على اقتصادها، على صناعتها، على زراعتها، أمة لا تستطيع الحياة يا سادة. الأمة التي ما زالت تستجدي إبرة تخيط بها ثوبها وقماشا يستر جسدها، أمة لا تقدر أن تحيا أمام هذه الغيلان والحيتان التي تهيمن سياسيا واقتصاديا على العالم. أمة ما زالت تتسول الطلقة التي تدافع بها عن أرضها وعرضها، أمة لا تقدر أن تواجه ولا تقدر أن تجابه. أمة ما زال ممنوع عليها أن تزرع أرضها كما تريد، وأن يفرض عليها نوع المحصول، وأن تستجدي حنطة رغيفها
العمود الفقري في غذاء كل الشعوب والدول، أمة لا تقدر أن تستقل ولا أن تتميز. الهيمنة الاقتصادية أمرها خطير، سواء كان صناعياً أو تجارياً أو زراعياً. تعالوا، قد يكون الطريق طويل وقد تكون العقبات كؤود، ولكن فلنعمل حكاماً ومحكومين على كل المستويات، بدءاً برجال المال والأعمال الذين هم مسؤولون أمام الله جل في علاه. أن نؤسس لصناعة محلية، أن نؤسس لزراعة فيها اكتفاء ذاتي، أن نؤسس لمشاريع اقتصادية راقية نجذب العناصر إليها، ولا نكون نحن متسولون على موائدهم. أيها الأحبة، ونحن نملك كل الإمكانات والموارد والطاقات التي تخوّرنا وتؤهلنا أن نمسك نحن زمام الاقتصاد العالمي، فأين أنتم ذاهبون؟ النفط الذي هو عصب الدول، عصب الصناعات، عصب الحركة، غالبه في بلاد العرب والمسلمين. المادة الخام لكل المشتقات الصناعية المتطورة، إنه في تربتنا، إنه تحت أرضنا هنا. نحن نقبع على كنوز من خيرات الله، ولكن للأسف لا نقدر أن نستخرجها بأنفسنا، فما زلنا عالة على الآخرين. يا عباد الله، هل تعلمون أن أرض السودان لوحدها، اسمع هذه المعلومة، أرض السودان لوحدها قابلة لإنبات مادة الحنطة، ولو زرعت بأبسط الإمكانات، لأنها أرض مروية بسبب الفرات، بسبب النيل وبسبب طمي النيل، لو زرعت أرض السودان بالقمح فقط لكفت العالم العربي بل الإسلامي جميعا. كل العالم العربي وكل الدول الإسلامية تكتفي من حنطة السودان، ونحن ما زلنا الأردن ومصر وكثير من الدول تتسول الحنطة المسوسة، مع فئران أمريكا تأتي كمعونات من الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هم يريدون تمزيق السودان، يريدون تفريقها، يدخلون القوات الدولية من أجل قضية دارفور لكي يمنعوا أي تطور زراعي على أرض السودان المسلمة المباركة. الاقتصاد أول ما أرساه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. الأمر الرابع أيها الأحبة، بناء الاستقلالية المطلقة في الشكل، في الزي، في الهوية، في الشخصية. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسم ملامح مجتمع عجيب، بدأ يصنعه بدءا من الصورة والشكل وانتهاءا بالفكرة والمضمون والأهداف والتصورات والغايات. بدأ يؤسس لاستقلال كام لمجتمع جديد، مجتمع متميز، مجتمع قوة وفتوة، مجتمع حب وتكافل، مجتمع عجيب غريب في ذاك الزمن، غريب في أهدافه، غريب في تصوراته، غريب في تطلعاته، غريب في شخصيته، غريب في هويته. والعجيب في الأمر، اسمع إذا هذه اللفتة العجيبة، النبي صلى الله عليه وسلم حتى صنع الفرد في مكة، الجيل المؤسس الأول لدولة الإسلام، حتى صنع الأفراد، صناعة الفرد أخذت من عمر النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة. كم؟ 13 عام يصنع الفرد، يصنع الإنسان. أما في المدينة صنع دولة كاملة ببرلمانها، بقرارها السياسي، باقتصادها، بأهدافها، ببدء حراكها السياسي والعسكري والاقتصادي نحو الجزيرة ومن ثم إلى العالم حيث راسل ملوك الأرض. أتدرون بكم؟ بعشر سنين. فلقد كانت مدة صناعة الإنسان أطول من مدة صناعة دولة بكاملها. من هنا نعرف أهمية صناعة الفرد، وأهمية أن نراجع أنفسنا، وأن ننظر في تكويننا، وأن ننظر من نحن. حدد هويتك، أنت أرابيسك، أنت خليط عجيب، ليس لك هوية واضحة الملامح. حدد كينونتك، حدد هدفك، حدد تطلعك، حدد مسارك، حدد مصيرك. إننا منذ سنين ونحن نركز على صناعة الفرد وإعداد الفرد من أجل أن يكون هذا الفرد هو المؤسس لأمة يوحدها، يجمعها، يدفعها إلى أوج العزة وإلى قمم الكرامة والفخار. فيا عباد الله، أين دروس الهجرة في حياتنا؟ أين آثار الهجرة في حياتنا؟ أين عبر الهجرة في حياتنا؟
حديث الهجرة حديث ذا شؤون وذا شجون، طويلة مترامية متشعبة. أكتفي بهذا لأن العاقل تكفيه إشارة، وغير العاقل لن تنفع معه العبارة، على أن أكمل مع حضراتكم غدا في احتفال الهجرة، حيث سنعقد في 7:30 محاضرة مع احتفال مصغر في قاعة جامع الإيمان في ذكرى الهجرة. سنتحدث عن أسرار الهجرة، عن أنوار الهجرة، عن معجزات الهجرة، عن التأييد الإلهي لنبيه صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وعن إسقاطات كل ذلك في حياتنا وكيف نستجلبه. أقول قولي وأستغفر الله، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا رسول الله قائد الغر المحجلين والأبطال الميامين. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرًا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعياً نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، فإنه جل في عليائه يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض يا ربنا عن كل الصحابة والآل والأزواج والقرابة، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، وعنا معهم يا رب. آمين آمين آمين. اللهم يا من لا يرد سائلا ولا يخيب للعبد وسائلا، هذا حالنا لا يخفى عليك، وذلنا ظاهر لك بين يديك، أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك وجودك يا رب السماوات والأراضين. اللهم أطلت علينا ذكرى عامنا الهجري الجديد، اللهم فاجعل أول عامنا هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، اجعل بدايته نور ونهايته نور، واجعلنا فيه من أهل النصر والسرور. اللهم ربنا ورب كل شيء، ومليكنا ومليك كل شيء، نشهد أن كل معبود ما دون عرشك إلى قرار الأراضين باطل غير وجهك الكريم. قد ترى ما حل بنا فأغثنا يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا نصير المستضعفين، يا صريخ المكروبين، يا أمان الخائفين، يا دليل الحائرين، يا أمل المذنبين، يا غاية الراجين، يا حبيب الصادقين، يا محبوب المخلصين. اللهم يا سامع كل شكوى، يا صارف كل بلوى، يا غافر كل خطية، يا عالم كل خفية، كيف ننفضح وأنت الستار؟ كيف ننكسر وأنت الجبار؟ كيف نفتقر وأنت الغني؟ كيف نذل وأنت النصير؟ لا نذل وأنت القادر، لا نقهر وأنت القاهر. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إن أعداءنا طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربنا سوط عذاب، إنك ربنا لبالمرصاد. أرسل عليهم الطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فاجعلهم كعصف مأكول، لا ترفع لهم راية، لا تحقق لهم غاية،
اجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم من عادانا فعاده، ومن كادنا فكده، ومن نصب لنا شراكا وشباكا فاجعله عالقا بها، ومن حفر لنا حفرا فاجعله واقعا فيها. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، وجمد الدماء في عروقهم حتى يذبحوا أنفسهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. اللهم عليك بأمريكا، عليك بأذنابها، عليك بأعوانها، عليك بعملائها، عليك بكلابها. اللهم عليك برأس الكفر بوش، عليك بفرعون العصر بوش، وكل من يدور في فلكه يا الله. اللهم إنهم تقووا علينا بعتادهم وصواريخهم وطائراتهم وبارجاتهم، ولكننا نستقوي بك عليهم يا الله. اللهم إنهم فوقنا ولكنك فوقهم، إنهم فوقنا ولكنك فوقهم، إنهم فوقنا ولكنك فوقهم. يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار. غيرتك وغارتك قعقع أبواب السماء بجبريل. نسألك جبريل يا الله، فلسطين تسألك جبريل، العراق تسألك جبريل، الصومال تسألك جبريل. لا ناصر سواك يا رب، لا معين سواك يا رب. بعينك ما نتحمل، بسمعك ما نشكو يا رب، يا رب، يا رب. كلما هددناهم بك استهزأوا، يظن أنك غير موجود. أرهم عجائب قوتك، أرهم عجائب قدرتك. لا تدع لهم طائرة في الجو إلا قصفتها، ولا دبابة في الأرض إلا نسفتها، ولا بارجة في البحر إلا أغرقتها، ولا كتيبة تمشي إلا مزقتها. زلزل أركانهم، هدم بنيانهم، نكس أعلامهم، سلط عليهم جنودك، وما يعلم جنودك إلا أنت يا رب. يا من الكون في قبضته، يا من يمهل ولا يهمل، يا من هو على كل شيء قدير. يا رب سلط عليهم أعاصيرك، زلازلك، براكينك، جنودك، الأوبئة والأمراض. أشغلهم بأنفسهم، أشغلهم بأنفسهم. اجمع شتات هذه الأمة، وحد كلمة هذه الأمة، رد هذه الأمة إلى رحاب دينها ردا جميلا. اللهم إنهم ساموا عبادك عسفا وخسفا وألوان العذاب والهوان، ولم يبقى من أرض طاهرة إلا الشام، إلا سوريا. يا رب احفظ سورية وأهلها، صنعهم على مقاييس السماء، اجعلهم حكاما ومحكومين أهلا لنصرتك ومحلا لوعودك. يا رب رد غائلة المكر والغدر عن بلادنا، واجعلنا منطلقا لتحقيق النصر الكوني الأكبر، واجعلنا نحن من يرفع الرايح ويحقق الغاية، ولا تمتنا حتى ترينا عز الإسلام والمسلمين، وحتى ترينا بسمة القدس بعد طول بكاء، وحتى ترينا الأقصى محررا نصلي فيه ركعات. يا رب إن كنا لسنا أهلا لأن يستجاب لنا، فنسألك بدموع الأيام، ببكاء اليتامى، بأنين العفاف، بزفرات الأقصى يا الله، يا الله، بنداءات العراق وأهله. يا رب، يا رب، يا رب. نفحة من عز، ومضة من نصر، بارقة من أمل، واجعل ذكرى الهجرة ذكرى البشائر، ذكرى الآمال والانتصارات، وأين فيها ما يسعدنا يا رباه. وأعدنا إليك، أعدنا إلى رحابك،
اجعلنا أهلا لنصرتك يا رباح، اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. وآلهم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تزف إليكم مؤسسة غرباء الشام إصداراتها الجديدة الخطب شباب وذئاب، ولكنكم تستعجلون. هكذا فلتكن أعيادنا أزمة الوعي، وهي الخطبة الماضية. ومن المحاضرات: هيهات هيهات، الحد الأدنى لثقافة المسلم، التفكك الأسري، أخطاؤنا تحت المجهر، أزمة التدين، الفاتيكان في الميزان، كيف تعالج قلبك معا على طريق الجنة، مقامر ومغامر، إضاءات سيتم توزيعها على باب المسجد الرئيسي، ومن أراد التوسع فليرجع إلى الأستاذ أحمد صادق مدير مؤسسة غرباء الشام. كما أني أذكركم بموعد غد في 7:30، وهذا واجب وحق على كل مسلم أن يحتفي ويحتفل في الهجرة وأن يتعلم أسرارها ودروسها، فلقاؤنا في قاعة جامع الإيمان في 7:30. أقم الصلاة.